قناة شباب نتني، والسلام عليكم. قال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إن حمدي لمدب رئيس نادي ترجي التونسي قد هدده بشكل مباشر خلال مباراة ترجي والوداد الأخيرة في نهاية عصبة الأبطال الإفريقية، وذلك بعد أن توقفت بسبب ما بات يعرف بفضيحة الفار. وأكد أحمد أحمد في تصريح لقناة متخصصة في الرياضة الإفريقية أنه تعرض لتهديدات مباشرة من قبل رئيس النادي التونسي، وذلك أمام مجموعة من الشهود الذين شاهدوا الواقعة. وفي رسالة قوية للنادي التونسي قال رئيس الكاف إن عددا من الرؤساء الأندية في القارة الإفريقية يشتكون من ممارسات هذا النادي، لكنه لا يتوفر على أدلة تثبت تورطه في ممارسات مشبوهة. أما بخصوص تقنية الفيديو الفار فقد صرح الملغاشي قائلا: لا أعرف لماذا تشتغل هذه التقنية في كل بلدان العالم إلا تونس. وأظهرت العديد من اللقطات التلفزية المباشرة دخول أحمد أحمد في مناوشات مباشرة مع رئيس النادي التونسي، وقيام هذا الأخير بحركات وكلمات تبدو أنها قاسية في اتجاه أحمد أحمد قبل أن يتدخل رئيس الحكومة التونسي ليهدئ الوضع. ومن المرتقب أن يكشف الكاف عن قراره النهائي بخصوص هذه الأحداث خلال الاجتماع الذي ستعقده لجنة الطوارئ يوم غد الثلاثاء. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه. اللقاء.